بمجلس المستشارين دائما نظمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوما دراسيا حول موضوع قراءة في مشروع قانون المالية لسنة 2018. اللقاء وقف عند الكثير من التفاصيل التي جاء بها مشروع القانون المالية وتدارس أبعاده الاقتصادية والاجتماعية. هدى مسهل وعثمان تيسي. مشروع القانون المالي برسم 2018 موضوع هنا على طاولة النقاش من حيث أبعاده الاقتصادية والاجتماعية ومضامين ميزانيته الفرعية وتوجهاتها، إضافة إلى المستجدات الجبائية وبالتالي مدى استجابتها للرهانات المستقبلية. لم يأتي هذا المشروع بدعم حقيقي للمجالات الاجتماعية وعلى الخصوص التعليم والصحة والسكن. الرهان على يعني القطاع الخاص اللي جا به مشروع قانون مالية، خصوصا أنه كيعطي امتيازات حوالي 2 مليار درهم اللي غتمشي في إطار الإعفاءات الضريبية. كنشوفوا ما ساعدش نهائيا هذا الرهان على تقليص البطالة وعلى يعني خلق ثروة أكثر وتوزيع العدل للثروات. الصحة، التعليم، السكن والتشغيل، إضافة إلى تطوير النموذج الاقتصادي، محاور تم التركيز عليها من خلال جملة من المداخلات التي شارك في تأطيرها مختصون وباحثون في الشأن المالي والاقتصادي.